في الغد بعد أن غادرت الثانوية في حدود الرابعة والنصف قررت أن تسلك الطريق التي سلكتها بالأمس علها تجد ذاك المجنون. سلكت شارع الجمهورية وكانت حريصة على خفض السرعة حين تبلغ تلاقيه مع مبتدأ شارع الحبيب تامر، بل إنها كانت مستعدة للتوقف حتى تتبين أكثر ملامح ذلك الرجل، ولكنها وقد بلغت ملتقى الشارعين لم تجده هناك. مع ذلك فإنها توقفت. مهمشون في هوامش المجتمعات، حياة تدب. مهمشون كان الهامش اختيارا لهم، وآخرون ما كان لديهم من بديل. عيون حزينة حينا، حنقة أحيانا، وجوه شاحبة تلازم مناطق الظل، وأجساد حين تتعب تستلقي على الرصيف. وفي صمت هذا العالم الذي يحاكي صمت القبور تحدث صرخات ناقمة غاضبة قد لا تسمع، إلى حين يأتي الهامش يخترق المجتمع، يمنحه ولو للحظة إيقاعه وألوانه. مهمشون قصص يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. نورا والمجنون. في الطريق إلى منزل عائلتها في باجة سلكت نورا الباهي شارع الجمهورية. هي على موعد مع أمها لمرافقتها إلى الطبيب من أجل فحص روتيني. اقتربت من تقاطع شارع الجمهورية مع شارع الحبيب تامر، خففت السرعة. في نقطة التقاطع يقف رجل ظنت أنه مختل عقليا، ولما صارت بمحاذاته أشار إليها يطلب بعض المال. لم يتكلم، ولكنه بابتسامة بالكاد ظهرت تحت شاربين كفين رفع يمناه وهو يفرك إبهامه بسبابته. ألقت نظرة خاطفة على وجهه الذي كسته لحية لم تحلق منذ عدة أيام، ثم واصلت الطريق. لا تدري لما رسخت في ذهنها صورة ذلك الذي ظنته مجنونا، وقد استغربت أن تكون ملامح وجهه ما كان واضحا منها تذكرها بشخص هيئ لها أنها تعرفه أو رأته من قبل، بل إنها لا تستبعد أن تكون كلمتها. متى وأين لا تدري على وجه التحديد. تواصل الطريق وتنظر بين الفينة والأخرى في المرآة العاكسة، ترى عينيها، تتذكر نظرته، تحاول أن تنساه، ولكنها من حيث لا تدري تجد نفسها تفكر فيه. تشتغل نورا ذات 35 ربيعا مدرسة للغة الفرنسية في إحدى مدارس باجة، وكانت ليس فقط بسبب طبيعة عملها مولعة بالقراءة، وتملك في منزلها في شارع ابن الهيثم مكتبة غنية بها مصنفات في كل الفنون والمجالات. في لحظة ما ظنت أن توقف تفكيرها عند نظرات وملامح ذلك الذي حسبته مجنونا إنما هو من تأثير قراءاتها المتعددة، ولكنها لا تجد فيما قرأته ورسخ بذهنها ما يجعلها تجزم بأن التفكير في ذلك الشخص نتيجة لمطالعاتها الكثيرة. في زنقة علي الشواشي في منزل العائلة كانت والدتها في الانتظار، أركبتها السيارة ومضت بها إلى الطبيب. صورة ذلك الشاب الواقف عند تلاقي شارعي الجمهورية والحبيب تامر لا تغادر تفكيرها دون أن تجد فيما تحتفظ به من ذكريات ما يكون تفسيرا لذلك الاهتمام، ولذلك قررت أن تمر في الغد من نفس شارع الجمهورية، حتى إذا ما وجدته هناك فإنها ستتمهل أكثر وقد تتوقف لتتأمل ملامحه جيدا، فقد يكون في ذلك ما يشفي حيرتها. تعيش نورا وحيدة في شقتها في شارع ابن الهيثم منذ أن أنهت دراستها الجامعية والتحقت بالتعليم. لم تتزوج، وإن كان في سجل حياتها شبان ثلاثة لم تستمر علاقتها بهم ولم تفض إلى مشروع زواج. تجد المرأة في مهنة التعليم التي اختارتها عن حب مجالا تضخ فيه كل طاقاتها، كما أنها كانت تحب المناظرات والنقاش، ولم يكن ذلك وليد الصدفة أو مرحلة ما بعد امتهانها التعليم،
فقد عرفت وهي في الثانوية بمساهماتها المتعددة في أنشطة المؤسسة، لعل ذلك أهم ما ورثته عن والدها السلمكي الباهي أستاذ التاريخ. كان قدوتها وكانت كثيرا ما تسمع وهي تتحدث عنه كل فتاة بأبيها معجبة. توفي الرجل منذ 5 سنوات، ومع أنها لم تكن ابنته الوحيدة إذ كان له ولدان يكبرانها، فإنها كانت تبدو الأقرب إليها، لعل اهتمامها بالمطالعة وبالكتابات الأدبية ما هيأ لها أسباب ذلك القرب الذي من فكت تفخر به وتباهي. أمها فضيلة كانت تعمل إلى أن أحيلت على التقاعد قبل 4 أعوام قابلة في إحدى المصحات، وكانت فترات الدوام التي تمضيها في المصحة مما ساهم في اقتراب نورة أكثر من والدها. تزوج أكبر شقيقيها واستقر في تونس العاصمة حيث يعمل في قطاع الهندسة المدنية، بينما انتقل الأصغر إلى فرنسا للعمل. ومع أن والدتها تعيش وحيدة في بيت الأسرة، فإن نورة ظلت تصر على الاستقلال عنها وعلى البقاء في سكنها. لم يناقشها أي من أفراد الأسرة، إذ يعلمون جميعهم مدى حرصها على استقلاليتها وحريتها. ثم إنها تزور والدتها بشكل يومي، وكلما أتيحت لها الفرصة تصحبها لفسحة أو سفر للترفيه، وكثيرا ما رافقتها إلى العاصمة لزيارة شقيقها هناك. بعيدا عن كل رتابة، كذلك هي حياة نورة الباهي، حبها للاستطلاع والاكتشاف مما جنبها الرتابة، الذي يتملكها منذ أن رأت ذلك الذي حسبته مجنونا فضول لا تبدو مستعدة لتجاهله. في الغد بعد أن غادرت الثانوية في حدود 4:30، قررت أن تسلك الطريق التي سلكتها بالأمس، علها تجد ذاك المجنون. سلكت شارع الجمهورية وكانت حريصة على خفض السرعة حين تبلغ تلاقيه مع مبتدأ شارع الحبيب تامر، بل إنها كانت مستعدة للتوقف حتى تتبين أكثر ملامح ذلك الرجل. ولكنها وقد بلغت ملتقى الشارعين لم تجده هناك. مع ذلك فإنها توقفت، نظرت إلى حيث كان يقف، نظرت إلى كل ما يحيط بالمكان، لم يكن هناك. انطلقت مواصلة طريقها. في لحظة ما سخرت من نفسها ومن هذا الاهتمام الذي تعترف بأنه زائد عن اللزوم الذي توليه لشخص الراجح لديها أنه مختل عقليا. ضحكت ثم أمسكت إذ ظنت أنها ستبدو أكثر جنونا. مر أزيد من 2 أسبوع على تلك اللحظات التي أثارت فضول نورة وأذكت في داخلها حب استطلاع من نوع خاص. على مدى 4 أيام تجاذبها الفضول الجامح ورغبة في نسيان ذلك المجنون. كم مرة مساء وهي تسترخي على الكنبة في مكتبتها تسترجع شريط تلك اللحظة التي لن تجرؤ على الحديث عنها مع أي كان. لقد صنفتها في خانة تلك اللحظات التي لا تريد لأي كان أن يعلم بها. وهي تجول بناظريها عبر رفوف مكتبتها تراه كذلك يخيل إليها، وهو يبتسم ابتسامته تلك التي يخفيها شارباه الكثان وتشي بها عيناه. تراه وهو يفرك سبابة يمناه بإبهامها طالبا النقود، وحتى تصرف عنها صورته تلك كانت تحاول أن تبحث عن أي شيء تشغل به تفكيرها. ذاك المساء جاءت بألبومات صور ذكرياتها القديمة منها والحديثة، كانت ألبومات عدة، وضعتها على طاولة الصالون ثم أخذت أحدها. كانت به صورها مع أمها وأبيها وأخويها صغارا كانوا يلعبون في مناسبات أعياد ومناسبات أخرى عديدة. كانت كلما نظرت إلى واحدة من تلك الصور ابتسمت، عادت بها ذكرياتها بعيدا إلى أكثر من 30 عاما. ثم تناولت ألبوما آخر كان كسابقه يتضمن صورا لأفراد العائلة. ثم وقعت على ألبوم صورها وهي في الثانوية. كانت تتوقف عند كل صورة من تلك الصور، تتأمل الوجوه، تحاول أن تتذكر الأسماء ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. في الحقيقة لم تكن لتتذكر إلا من كانوا قريبين منها
وقريبة منهم. استوقفتها صور كتبت تحتها ذكريات رحلة إلى القيروان. في تلك الصور وجوه ضاحكة متزاحمة، وفي أخرى صورها هي مع زميلة أو اثنتين أو مع زملاء. تستحضر تلك الوجوه التي غابت عنها منذ سنواتنا الآن. ثم وهي تقلب الألبوم وقعت على صورة بها ثلاثة من زملاء المدرسة يقفون أمام باب منزل تقليدي، ثلاثة وجوه تنظر إليها. استوقف انتباهها واحد من تلك الوجوه وكأنها رأته بالأمس، ذاك هو الانطباع الذي نشأ لديها. تذكرته الآن، توفيق الصاحي. تنظر إليه بإمعان أكبر، ثم تستحضر ذاك المجنون الذي رأته قبل أسابيع عند تقاطع شارع الجمهورية مع شارع الحبيب تامر. لم يكن صعبا عليها أن تقيم رابطا بين توفيق الصاحي وذاك المجنون. تدقق النظر أكثر فأكثر، تضاءل كل شك لديها، إنه هو. صحيح أنها لم تلتقه منذ ما يزيد على 20 عاما، ولكن شيئا ما في أعماقها يؤكد لها أن ذاك المجنون إنما هو توفيق الصاحي، زميلها في الدراسة. تتذكر تلميذا لم تكن تنقصه النباهة ولا الكياسة. بعد اجتياز امتحانات البكالوريا انقطعت عنها أخباره كما انقطعت عنها أخبار زميلات لها، منهن من تزوجن وانتقلن للعيش في مدن أخرى أو بلدان أخرى. تظن أنه كان يسكن في حي من هامش مدينة باجة لا تذكره. لا تدري الآن لما كبر بداخلها الفضول، تريد أن تعثر عليه وتسأله عن الذي حول حياته إلى ما هو عليه الآن. في يوم السبت، وكان يوم عطلة، ركبت نورة سيارتها وانطلقت في جولة عبر شوارع باجة. طافت بالعديد من الشوارع، ثم وهي في طريقها لزيارة والدتها لمحته. كان هناك حيث رأته أول مرة. توقفت ونادته، أنزلت زجاج نافذتها بحذر. ظل مكانه ينظر إليها، ثم نادته مرة أخرى، نادته باسمه. ابتسم ثم تقدم نحوها، صارت ابتسامته أوسع. هل أنت توفيق صاحي؟ تردد قبل أن يرد بأن كرر اسم توفيق. هل أنت الصاحي؟ قالت الصاحي. رفع يمناه وصار يفرك سبابته بإبهامه. مر بمحاذاتهما رجل يعتمر طربوشا أحمر ويرتدي زيا تقليديا، وبلا تقديم سأل نورة: هل تعرفينه يا ابنتي؟ نعم، أظن أنه كان زميلي في الدراسة. تأملها الرجل مليا ثم قال لها: أنا أعرفه، إنه يسكن الحي الذي أسكنه. كان شابا رائعا قبل أن يخالط مدمني مخدرات، هم الذين دفعوا به إلى الجنون. لا فائدة، لن يجيب عن أي من أسئلتك. أحست برغبة في البكاء، غالبت دمعها، ابتسمت للرجل الذي توقف عندهما، ثم انطلقت بسيارتها. بعدها لم تعاود التفكير في الأمر. مهمشون، قصص يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. تحس بالسيارة تمشي بخيلاء وهي تعبر شارع 20 غشت. الموسيقى الهادئة تواصل تدفقها نقية، ثم انحرفت ودخلت ممرا يتفرع عن الشارع الرئيس. مرت أمام واجهات عدة مطاعم. في الداخل تبدو الأضواء خافتة، ثم توقفت عند أحد تلك المطاعم. نزلت وهي تهم بحمل مطريتها. قال لها إنها لن تحتاج إليها، المسافة بين السيارة وباب المطعم أمتار معدودة. لم تحمل ذاك الملف الذي به دفاترها وكتبها. لما وصل الباب وانفتح لهما تركها تتقدم. في الداخل بضع طاولات لم يكن حولها زبائن، اختار واحدة منها، وقبل أن يجلس سألها إن كانت ترغب في الجلوس إليها أم هي تفضل طاولة أخرى. ردت بأنها تترك له الاختيار. مهمشون، في هوامش المجتمعات حياة تدب. مهمشون كان الهامش اختيارا لهم، وآخرون ما كان لديهم من بديل،
عيون حزينة حينا، حنقة أحيانا، وجوه شاحبة تلازم مناطق الظل، وأجساد حين تتعب تستلقي على الرصيف. وفي صمت هذا العالم الذي يحاكي صمت القبور تحدث صرخات ناقمة غاضبة قد لا تسمع، إلى حين يأتي الهامش يخترق المجتمع، يمنحه ولو للحظة إيقاعه وألوانه. مهمشون، قصص يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. الحرباء. تقف الشابة على الرصيف غير بعيد عن مدرسة خاصة، لا تغادر مكانها، بينما يسرع الطلبة الخارجون من المدرسة إلى وجهات مختلفة. ثم تبقى الشابة الأنيقة وحدها تضم إلى صدرها ملفا كذلك الذي يحمله أغلب الذين يأتون إلى تلك المدرسة. من أمامها تمر سيارات من أنواع وألوان شتى، من نوافذ بعضها مع الموسيقى الصاخبة تطل رؤوس تلقي إليها بكلمات، وأحيانا يأتيها صفير وحركات بهلوانية. أحيانا تقف واحدة من تلك السيارات عندها، تتجاهلها وتتجاهل سائقها الذي يميل ويدعوها إلى الركوب، ثم تتوقف سيارة أخرى تركبها وتنطلق بها مسرعة. يتكرر المشهد مرات كل أسبوع، وتختلف السيارات التي تقبل الفتاة بالركوب إلى جانب سائقها. لم تكن حالة تلك الفتاة لتمر دون أن تلفت إليها الأنظار، فلا أحد من الطلبة يعرفها. ثم جاء مرة من قال إنها تستغل محيط المدرسة لتصطاد زبائنها، كذلك قيل. كانت فتاة لها نصيب من الحسن، توحي ملامحها بأنها دون العشرين. بالنسبة لكثيرين من رواد تلك المدرسة، فإن حضورها المنتظم ذاك الذي يصادف مواقيت الخروج صار يبعث على الشك والريبة. ذات مساء ماطر من فبراير من العام 2000، توقفت عندها سيارة فارهة بيضاء. بنظرة اختلستها رأت أن ليس بها من أحد غير الذي يسوقها. تمدد الرجل إلى الجانب الأيمن بعد أن أنزل زجاج النافذة، وصار يردد على مسامعها كلاما لعلها ملت سماعه لكثرة ما تكرر. ثم نظرت إليه وقد حافظت على بعض من حدة وصرامة في تقاسيم وجهها. كان رجلا كهلا غزا الشيب جانبي رأسه، ولما ألح عليها ابتسمت له، ولعله لم يكن ينتظر سوى ابتسامتها تلك التي راح يؤولها بقبول منها لما يعرضه عليها. تمدد أكثر على الكرسي الذي بجانبه وفتح الباب، ركبت، جلست وهي تجمع مطريتها المبللة، ثم التفتت إليه، ابتسم في وجهها ابتسامة لم تر أعرض منها، ظهرت أسنانه المرصوصة والمتساوية. ثم انطلقت السيارة. بعد بضع عشرات الأمتار قال لها إن اسمه الحبيب. لمحها تحرك رأسها، أضاف موضحا أكثر أن اسمه الحبيب بويحيى، مقاول البناء المعروف في أجدير. ردت هي بأن اسمها وصال، وإنها تدرس في المدرسة التي كانت تقف أمامها. لعله صدق أن تكون طالبة في تلك المدرسة، ولكنه لم يصدق أن تكون نطقت باسمها الحقيقي. ثم أطلق من مذياع السيارة موسيقى هادئة، صارت قطرات المطر تتراقص على إيقاعها وهي تتدحرج في هدوء على الواقية الزجاجية الأمامية. سلكت السيارة شارع الرئيس كينيدي بكبرياء، ثم شارع فاس. لم يكن ليخفى عليها أنه يريد إلى الكورنيش. من مكان لم تره أخرج علبة سجائر، دفع بواحدة فخرجت عن الصف، مد يده إليها، نظرت إليه بابتسامة تكلفتها وتصنعت الخجل، ثم مضت بأناملها الصغيرة إلى العلبة واستلت السيجارة التي أطلت برأسها. وهو يحاول التحكم في السيارة أمسك بولاعة وزندها، فظهرت شعلة تتراقص. تقدمت الفتاة نحوها وقد وضعت السيجارة بين شفتيها، وما لبث أن عم المقصورة الدخان. أخرج سيجارة وفعل مثلها، ومثلها نفث الدخان من خيشوميه.
استرخت على الكرسي والتصق ظهرها بالمسند. قال لها إنه يدعوها للعشاء في أحد المطاعم على الكورنيش. نظرت إليه بما أوحى له بأنها تقبل الدعوة. تحس بالسيارة تمشي بخيلاء وهي تعبر شارع 20 غشت. الموسيقى الهادئة تواصل تدفقها نقية. ثم انحرفت ودخلت ممرا يتفرع عن الشارع الرئيس. مرت أمام واجهات عدة مطاعم. في الداخل تبدو الأضواء خافتة. ثم توقفت عند أحد تلك المطاعم. نزلت وهي تهم بحمل مطريتها. قال لها إنها لن تحتاج إليها، المسافة بين السيارة وباب المطعم أمتار معدودة. لم تحمل ذاك الملف الذي به دفاترها وكتبها. لما وصل الباب وانفتح لهما تركها تتقدم. في الداخل بضع طاولات لم يكن حولها زبائن، اختار واحدة منها. وقبل أن يجلس سألها إن كانت ترغب في الجلوس إليها أم هي تفضل طاولة أخرى. ردت بأنها تترك له الاختيار. إذ ذاك جلس وجلست. الآن ترى وجهه أوضح. جاء النادل، كان في كل أناقته. من جيب معطفه أخرج علبة عود ثقاب. تناول واحدا وحك رأسه إلى جانب العلبة وأشعل شمعة أحاطت بها أسطوانة من زجاج. بجوارها وردتان ساقاهما في كوب ماء من بلور. من مائدة بجوار الجدار جاء النادل بنسختين من قائمة المأكولات. كانتا مسفرتين في جلد من النوع الجيد. بادرت إلى فتحها وانهمكت تقرأ ما حملته من أصناف المقبلات والأطباق الرئيسة. رأته يقلب الصفحات. ثم عاد النادل بعد دقائق ينتظر أن يسجل طلباتهما. طلب الحبيب مقاول البناء المعروف زجاجة نبيذ. التقت نظراتهما فابتسمت ثم طلبت هي مشروبا غازيا. هم بالتعليق ثم تراجع إذ خشي أن تسيء فهمه فتؤول أمسيته تلك إلى فشل. تناول عشاءهما. بدا المقول وقد نزع إلى السكر. قال لها إنهما سيمضيان الليل في فندق غير بعيد. لم تعقب على ما قاله. جاء النادل حاملا ورقة الحساب. نظر إليها. من جيب معطفه أخرج رزمة من الأوراق النقدية قدرتها الفتاة 20,000 درهم. استل منها عدة أوراق من فئة 100 درهم ووضعها في الدفتر المغلف بجلد بني فاتح. كان النادل يقف غير بعيد. جاء مبتسما وحمل الدفتر. قال له الحبيب أن يحتفظ بالباقي لنفسه. انصرف النادل شاكرا. رأته الفتاة يلتفت نحوهما بعد أن مشى بضع خطوات. في الشارع ازداد المطر غزارة. وقف الحبيب. رأته يكاد يسقط. توكأ على المائدة ثم تماسك. وضع يده على كتفها وخرج. ومضت أضواء السيارة. فتح لها الباب وأغلقها بعد أن اقتعدت الكرسي الوثير. ثم ركب وأدار المحرك. بعد مسافة لم تكن بعيدة توقف بباب فندق. طلب منها أن تنتظره. قالت له إنها لا تريد أن تدلي ببطاقة تعريفها. ابتسم لها ولم يقل شيئا. مر ما يقرب من نصف ساعة ثم جاء يتمايل. فتح الباب ودعاها إلى الدخول إلى الفندق. كان قد رتب كل شيء. دخل المصعد الذي توقف في الطابق الثالث. تقدم وكانت تتبعه. ثم توقف عند باب وفتحه. التفت إليها ودعاها إلى الدخول. كان يبدو ثملا. قال لها إنه سيستحم. ابتسمت وهي جالسة على حافة السرير. وضع معطفه وقميصه ثم دلف إلى الحمام. جاءها صوت الماء المتدفق من الرشاشة. اطمأنت إلى أنه منهمك في الاستحمام. مضت إلى معطفه وأخرجت رزمة الأوراق النقدية ووضعتها في ذلك الملف الذي كانت تحمله وتسللت خارجة. خرجت من المصعد وغادرت الفندق. غير بعيد استوقفت سيارة أجرة واختفت. خرج الحبيب من الحمام وهو يظن أن تلك التي قالت إن اسمها وصال في انتظاره لم تترك لها أثرا. لم يخامره شك في أنها فتشت معطفه. ولم يخب تكهنه إذ سرعان ما اكتشف أنها سرقت رزمة الأوراق النقدية.
جلس على حافة السرير حيث كانت تجلس. في حي الوفاء في حدود 11:30 توقفت سيارة أجرة في أول زنقة تانسيفت. نزلت الفتاة بعد أن دفعت للسائق، مشت بخطى متأنية، ولما سمعت سيارة الأجرة وقد تحركت وعادت من حيث أتت تراجعت إلى مطلع الزنقة ودخلت في زقاق لم يكن به أحد. لم تفتح مطريتها وجرت إلى منزل من 3 طوابق وفتحت الباب. اعتاد جيرانها على دخولها المتأخر. كانت تسكن بمفردها في إحدى شقتين صغيرتين في الطابق الثاني. عاد دخولها المتأخر ذاك وقد بررته بأنها تعمل في مطعم وأنها تغادر مكان عملها متأخرة أغلب الأحيان، لم يكن الجيران يشكون أيا من سلوكها. تعلم أن ذاك الذي زعم أنه الحبيب بويحيى مقاول البناء ذائع الصيت لن يهدأ له بال حتى يعثر عليها. لما أقفلت باب شقتها بالمزلاج جلست في صالون صغير وأخرجت من ملفها ذاك صيد ليلتها تلك. فكت رباط رزمة الأوراق النقدية وكانت كلها من فئة 100 درهم وراحت تعدها. عدتها مرتين وثبت لديها أن ما سرقته بلغ 23,000 درهم. وهي تنظر في تلك الأوراق النقدية كانت تفكر في مكان آمن تودعها فيه. وضعتها في كيس بلاستيكي ثم أخفتها في رف كبير في الحمام، تظن أن لا أحد يستطيع أن يتكهن بوجود ذلك المال هناك. على مدى 2 يوم لم تغادر شقتها تلك إلا ما كان من نزولها إلى البقال القريب لشراء بعض ما تحتاج إليه. ثم قررت النزول إلى وسط المدينة تتحين فرصة جديدة. غيرت هيئتها ولم تعد بمنظر تلك الشابات اللواتي ترتدن المعاهد والمدارس، صارت تبدو مختلفة. تدرجت في جولتها ذاك المساء إلى الكورنيش، وبينما هي تمشي غير بعيد عن المطعم حيث استضافها الحبيب قبل 2 يوم رأت سيارته. في كل الأحوال هي سيارة تشبهها. لم ترتبك وقررت المرور بمحاذاتها بخطوات ثابتة. لم يكن في السيارة أحد، وقد أيقنت الآن أنها سيارته تلك التي ركبتها معه. بعد أن تجاوزتها ب50 مترا أو بما يقرب من ذلك أحست بخطى مهرولة تتبعها، ثم سمعت صوته ينادي وصال وصال. لا يخامرها الآن أي شك في أنه هو. لم تلتفت. وقع الخطوات يقترب أكثر فأكثر وصوته يكرر اسم وصال، ذاك الذي زعمت له أنه اسمها. ثم أمسك بها من ذراعها. التفتت ونظرت في عينيه وكأنها لم تعرفه. نظر في وجهها، تردد ثم قال لها: أيتها السارقة. تفلتت منه وهي تصرخ في وجهه تدعوه أن يلزم حدوده. أربكته صرامتها. مع ذلك على مسمع من 20 أشخاص تجمعوا حولهما قال إنها سرقت منه أكثر من 20,000 درهم. ملامحها التي توحي بأنها امرأة محترمة وبأن هذا الذي يتهمها بالسرقة إنما شبهت له على الأرجح جعلت المتحلقين ينحازون متضامنين معها. وقد راقها ذلك واتهمته بالتحرش بها، ثم قالت إنها ستطلب الشرطة. تراجع وقد صار أقرب إلى الاقتناع بأنها تشبهها. قالت للمتحلقين وهي تخرج بطاقة تعريفها إنها ليست تلك التي يدعوها وصال، وإن اسمها عزيزة. لم يكن من بديل أمام الحبيب غير التراجع والانسحاب. بعد 4 أسابيع كانت تقف في نفس مكان وقوفها قرب تلك المدرسة الخصوصية تحمل في يدها دفاترها. مر الحبيب، لمحها، تجاوزها قليلا رأت أضواء الفرملة تتوهج، ولما أدركت أنه يريدها أسرعت الخطو وابتلعتها زنقة جانبية. دخلت باب عمارة مجاورة ورأته يمر بسيارته الفارهة. تعلم أنه سيظل يلاحقها، وتعلم أنه سيكون عليها التلون بكل الألوان وأن تضع كل الأقنعة حتى ينساها. مهمشون، قصص يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.
اقترب أنطونيو دورو أكثر من ماريا. قال إن بيبي سيكير كان يعيش في سطح منزل في شارع سانتا لوسيا. لم يكن خبرا جديدا بالنسبة لماريا. أضاف أنطونيو وهو يمرر كفه الأيمن على كفه الأيسر الممسك بأعلى العصا التي يتوكأ عليها أن بيبي كان الوريث الوحيد لشقيقته فلور التي كانت تملك ذلك المنزل، وأنه بسبب رافائيلا محبوبته التي تركته أغرق في الخمر وصار مدمنا كما يعلم الجميع. لم يكن يبذل أي جهد للاعتناء بذلك المنزل الذي كان جميلا فيما مضى. مهمشون. في هوامش المجتمعات حياة تدب. مهمشون كان الهامش اختيارا لهم، وآخرون ما كان لديهم من بديل. عيون حزينة حينا، حنقة أحيانا، وجوه شاحبة تلازم مناطق الظل، وأجساد حين تتعب تستلقي على الرصيف. وفي صمت هذا العالم الذي يحاكي صمت القبور تحدث صرخات ناقمة غاضبة قد لا تسمع، إلى حين يأتي الهامش يخترق المجتمع يمنحه ولو للحظة إيقاعه وألوانه. مهمشون قصص يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. بيبي السكير. في ساحة سيرفانتيس في باداخوس، حين يكون الجو صحوا والحرارة منتعشة، يأتي المسنون رجالا ونساء يجلسون على الكراسي الحديدية التي ثبتت على محيط الساحة. أزواجا وفرادا يأتون للاستمتاع بدفء الشمس. الطاعنون في السن الذين تقدم بهم العمر يجلسون وهم يتوكؤون على عصيهم وينظرون إلى الأرض. في ساحة سيرفانتيس الخطوط السوداء والبيضاء التي تؤثث أرضية الساحة في تناوب وتعرجات لا تنتهي تمضي بعيدا بالعين وبالخيال أيضا. منذ بضع سنوات الآن صارت ماريا لونسو تأتي وحيدة إلى الساحة. من قبل كان يرافقها زوجها ميغيل لونسو. تجلس كما كان يجلسان ساعة من العصر تتأمل الفضاء وتستمتع كما آخرين بدفء الشمس. بعد العصر لما تقترب الشمس من المغيب يملأ المكان أزواج وأطفال يجرون في كل الاتجاهات وهم يصيحون ويضحكون. شخص واحد يبقى هناك وكأنه ملتصق بالكرسي، يبدو في السبعين. البدانة التي به تشي بحالة صحية متدهورة. ينادونه بيبي. كان سكيرا، كلما رأى أحدا أطلق صوته الأجش بالغناء، يكرر الأغنيات ذاتها، تلك التي تحضر فيها من قيل إنها محبوبته، تلك التي يسميها رافائيلا. بين مقطع وآخر من حقيبة جلدية قديمة يخرج قنينة خمر يشرب منها ثم يبادر بإغلاقها وإعادتها إلى مكانها. عصاه التي يتوكأ عليها تزينها بضع ريشات لا أحد يدري من أين أتى بها، وحلقات من شريط لاصق أصفر وأحمر. ومع أنهم قليلون الذين يجرؤون على محاورته، فإنهم كثيرون أولئك الذين ابتدعوا الحكايات عن ماضي بيبي. بين كل حكاية وحكاية تباين واختلاف في كثير من التفاصيل. خلال فصل الشتاء حين يكون الجو باردا وماطرا، وحين تغيب الشمس عن باداخوس مددا تطول، يتوارى بيبي عن الأنظار. في مثل تلك الأيام تخلو ساحة سيرفانتيس ويقفل الكشك الذي يبيع الصغار الحلوى. وحدها اليمامات المعششة في أسطح المباني المحيطة بالساحة تنزل بين فينة وأخرى تلتقط حبات قد تكون أغفلتها في مرات سابقة. تسكن ماريا ألونسو في شارع ترينيداد في الطابق الأرضي من المنزل الذي يحمل الرقم 13. هناك أمضت السنوات الأحلى من عمرها مع زوجها الراحل، وهناك رأت ابنتهما الوحيدة مارينا نور. هي الآن في برشلونة مع زوجها وأبنائهما الأربعة. منذ بضع سنين تباعدت زياراتها لوالدتها.
تلتمس ماريا العذر لابنتها في مشاغلها المتعددة، عملها في مكتب للمحاماة، واعتنائها بأبنائها. كل الذين تتعامل معهم يعرفون تفاصيل كثيرة عن حياة ابنتها تلك، ولذلك كلهم يسألونها كلما التقوها عن مارينا، بل إن منهم من يسألها عن أحفادها الأربعة ويذكرهم بأسمائهم. كان يروقها ذلك، وكلما سئلت عنهم وعن أحوالهم أجابت وأفاضت في التفصيل، ثم تظهر على وجهها علامات الارتياح التام. في الحقيقة لم يكن لدى ماريا ولا أمثالها من الطاعنين في السن مواضيع كثيرة يخوضون فيها. جميعهم لا يفوتون قداسات الأحد في الكنيسة ولا الاحتفالات الدينية التي تقام في باداخوس كما في بلدات إسبانية عديدة. ذات صباح من أبريل من العام 95 900 ألف، ذاع بين رواد كراسي ساحة سيرفانتس خبر النهاية المأساوية لبيبي. قال الذي جاء بالخبر إنه اكتشف ميتا في الغرفة التي يسكنها في أعلى منزل في شارع سانتا لوسيا. كان قد فارق الحياة منذ 3 أيام على الأقل. لم يخلو الحديث عن موت بيبي من مزايدات. كان أنطونيو دورو المتقاعد من الحرس المدني هو من أبلغ ماريا الخبر. التقاها عصرا في ساحة سيرفانتس. ينبغي القول إن أولئك المسنين الذين دأبوا على القدوم إلى تلك الساحة صاروا يتعارفون فيما بينهم ولا يترددون في الحديث عن مواضيع شخصية وأخرى تهم الحي أو أناسا يعرفونهم، كما هو حال بيبي السكير. جميعهم يعرفونه، ولكنهم لا يعرفون كل شيء عن حياته، ولم يكن ليتسنى لهم ذلك مع رجل كان يمضي كل أيامه سكرانا يتغنى بمحبوبته رافائيلا التي تركته. إلى أين؟ لا أحد يدري. ولكن أنطونيو دورو الذي يبلغ من العمر 72 سنة يزعم أنه يعرف الكثير عن السكير. أن يجاهر بذلك على مسمع من رواد ساحة سيرفانتيس، فذاك يضفي على ما يدعيه بعض المصداقية. ثم إن الذين ينصتون إلى ما يقول لا يغفلون أنه أمضى سنوات طويلة من عمره في سلك الحرس المدني، ونظرا لذلك فإنهم يفترضون أنه يعرف كل شيء. وقد سبق له أن حكى لبعضهم فيما مضى من أيام عن حوادث تابع وقائعها هناك في باداخوس. اقترب أنطونيو دورو أكثر من ماريا. قال إن بيبي السكير كان يعيش في سطح منزل في شارع سانتا لوسيا. لم يكن خبرا جديدا بالنسبة لماريا. أضاف أنطونيو وهو يمرر كفه الأيمن على كفه الأيسر الممسك بأعلى العصا التي يتوكأ عليها، أن بيبي كان الوريث الوحيد لشقيقته فلور التي كانت تملك ذلك المنزل، وأنه بسبب رافائيلا محبوبته التي تركته أغرق في الخمر وصار مدمنا كما يعلم الجميع. لم يكن يبذل أي جهد للاعتناء بذلك المنزل الذي كان جميلا فيما مضى. كل ما قام به بعد أن آل البيت إليه أنه أجر الطابق الأرضي وبعده الطابق الأول. قبل فترة رحل الذين كانوا يسكنون هناك لأنه لم يقم بالإصلاحات الضرورية. كانت ماريا وهي تصغي لما يقوله أنطونيو دورو تتساءل عمن سيكون وريث بيبي السكير. وقد مضت بتفكيرها إلى رافائيلا تلك التي من فك يتغنى باسمها وهو يغرق كل يوم أكثر في الإدمان على الخمر. ولأن الفضول بلغ لديها مداه، فقد قاطعت رجل الحرس المدني المتقاعد وسألته عمن سيرث بيبي. رد عليها بسؤال لم يخلو من نبرة تحد: من تظنين؟ رافائيلا، قالت. ألم يمضي كل تلك السنوات من عمره يلهج باسمها؟ ضحك أنطونيو: هل صدقت حكاية رافائيلا التي كان يتغنى بها؟ كيف لا أصدق؟ ألم يكن يفعل؟ بلى، كان يفعل. ابتسم الشرطي المتقاعد وأكمل حديثه وكأن ما قالته ماريا لم يكن لديه مكان للاحتفاظ به. اسمعي سيدتي، صحيح أن بيبي كان يتغنى بتلك التي كان يسميها رافائيلا، ولكن ما ينبغي أن تعلميه أن تلك المرأة لم يكن لها وجود يوما ما
إلا ما كان من حضورها في مخيال السكير. عاد ليضحك. قطعته ماريا تسأله، وكل غايتها أن تحصل منه على ما يشفي فضولها. ومن ذا الذي أخبرك بأنها لم توجد إلا في خياله؟ في مرات سابقة قال أنطونيو بحماس أكبر الآن: قلت لك وللآخرين إن هناك الكثير من الأمور التي لا ينبغي الحكم عليها من جانبها الظاهر فقط. أنتم، وقالها بنبرة الخطيب الذي اعتلى المنصة، أنتم تتسرعون في النطق بالأحكام، وكثيرا ما تكون لديكم أحكام جاهزة. قد طب الرجل جبينه، لعله خال نفسه في مكتب الحرس المدني لما كان في الخدمة في تلك السنوات الخوالي. ما الذي تعرفينه عن بيبي؟ خال أنه سكير يلازم كراسي ساحة سيرفانتيس. لا تعرفين أي شيء عن الرجل وعن ماضيه منذ قليل، ولم يكن لديك علم. أخبرتك أنه كان الوريث الوحيد لشقيقته، وأن البيت الذي كان يشغل غرفتين في سطحه كان ملكا له، أليس كذلك؟ حركت ماريا رأسها موافقة، وقد أعجب ذلك أنطونيو الذي نهض من مكانه متوكئا على عصاه ووقف في مواجهتها. في تلك الأثناء التحق بحديقة ساحة سيرفانتيس مانويل وزوجته أليخاندرا. كانا معا يعملان حتى إحالتهما على المعاش في شركة النقل السككي. رد أنطونيو عليهما التحية بسرعة وواصل عرضه حول ماضي بيبي. لم يتطلب الأمر جهدا من الزوجين اللذين وصل لتوهما كي يعلم أن الحديث عصر ذلك اليوم حديث عن بيبي السكير. قال أنطونيو إنه عرف الرجل قبل 40 عاما، يعلم أن لا أحد ممن ينصتون إليه سيجرؤ على سؤاله عن أي من التفاصيل، ولعله بالتذكير بذلك قطع الطريق عن كل سؤال محرج. منه علم المسنون الثلاثة أن بيبي لم يكن سوى لقبه الذي عرف به، وأن اسمه الحقيقي جابرييل مونتانيا. شده الثلاثة وهم يكتشفون ذلك السر الذي فاه به أنطونيو. كانوا يترقبون منه المزيد، ولم يدع انتظارهم يطول. قال: اعلموا أن جابرييل كان يملك عدة قوارب للصيد في موتريل، وكان يتربع على ثروة هامة. نسيت أن أذكركم بأنه ورث جزءا منها عن والده، ولكنه بسبب تعاطيه القمار أضاع جزءا كبيرا من تلك الثروة. ما كان قد بقي لديه فوته بعقود دفع للتوقيع عليها أثناء جلسات خمر ماجنة لحساب امرأة كان قد وقع في حبها. لعله توقع أن يقول المنصتون له إنها رافائيلا، ولذلك استبق ردهم ذاك وقال: لا، ليست رافائيلا، التي كما قلت لكم لم يكن لها وجود سوى في مخياله. ولأنه يعلم أن الفضول ينهش الثلاثة من الداخل، لم يرغب في إفساد استمتاعهم بالقصة. قال لهم إن تلك التي ذهبت بما كان قد بقي لديه من ثروة لم تكن سوى بائعة هوى أوهمته بأنها حملت منه. لما تفطن إلى كذبها اكتشف أنه لم يعد يملك شيئا. لا تسأل عن الذي سيرث منزل شارع سانتا لوسيا، فقد تظهر في الأيام القادمة وصية تحمل اسم سعيد الحظ ذاك. كانت الشمس تنزع إلى المغيب، تراجعت درجات الحرارة. نهض المسنون الأربعة من كراسي ساحة سيرفانتيس ومضوا يتوكؤون على عصيهم، يحلمون ببقية لقصة بيبي السكير. مهمشون، قصص يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.